بعد شهرين ونصف على استقباله بنيامين نتنياهو، دونالد ترامب يرحب شخصيا بمحمود عباس في البيت الأبيض، لقاء الغاية منه محاولة إحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وبعيد مباحثات دامت بضع دقائق، عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا أبدى خلاله ترامب ثقة كبيرة في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام قريب بين إسرائيل وفلسطين، بل إن الرجل أكد أن الأمر لن يكون بالمهمة الصعبة مثل ما يتوقع البعض. الفلسطينيون والإسرائيليون ملزمون بالعمل سويا من أجل تحقيق اتفاق يسمح للجميع بالعيش في أمن ورفاهية وسلام، وسأقوم بكل ما يلزم لتسهيل الاتفاق والوساطة والتحكيم. أود أن ألعب دور الوسيط أو الحكم أو الميسر، وسوف نحقق ذلك. من جانبه أعرب محمود عباس عن تطلعه للعمل مع ترامب من أجل التوصل إلى صفقة سلام تاريخية، مجددا التزام الفلسطينيين بحل إنشاء دولتين منفصلتين على حدود 67. أنا الأوان أن تنهي إسرائيل احتلالها لأرضنا وشعبنا. بعد 50 سنة من الاحتلال نحن الشعب الوحيد الذي بقي في هذا العالم تحت الاحتلال، ولذلك نريد أن نحصل على حريتنا وعلى كرامتنا وعلى حقنا في تقرير المصير. وعلى الرغم من التفاؤل الكبير الذي أظهره ترامب، يحذر العديد من الخبراء من تعليق آمال كبيرة على كل ما قيل، مشككين في قدرة الرئيس 45 للولايات المتحدة على النجاح في مهمة فشل فيها أسلافه، وفي مقدمتهم باراك أوباما الذي تعهد في مستهل ولايته الأولى بالعمل من أجل تحقيق سلام دائما بين إسرائيل وفلسطين. رحل أوباما وبقي الصراع مستمرا.